بحضراتكم وحلقة جديدة من القاهرة وبحث أهم المستجدات على الساحة المحلية والعالمية وأيضا قراءة الملفات والقضايا بشكل أكثر تحليلا وتفصيلا مع ضيوفنا في الاستوديو أو عبر الهاتف. ولكن مشاهدينا اسمحوا لنا نستعرض بعض الأخبار كمستجدات على الساحتين المحلية والعالمية، ونبدأ بالرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تطلعه لمواصلة التنسيق المصري الأردني في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما أكد الرئيس السيسي على استراتيجية العلاقات المصرية السعودية باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية. جاء ذلك خلال لقاءين عقدها سيادة الرئيس مع السيد بشر الخصونة رئيس الوزراء الأردني وعضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور عصام بن سعيد. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بشر الخصونة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات جلالة ملك الأردن للسيد الرئيس، معربا عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيدا سيادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الأردن، وذلك في ضوء ما يتمتع به البلدان الشقيقان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، ومعربا عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، سواء ثنائيا أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لا سيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلا عن بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق. كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة. كما تم التطرق إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق المصري الأردني في هذا الإطار، خاصة في ظل نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية في 8 فبراير الجاري، حيث تم تأكيد أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد عصام بن سعيد نقل رسالة للسيد الرئيس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي
كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودي وسمو ولي العهد، مؤكدا سيادته الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. وقد تم التوافق خلال هذا اللقاء على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلا عن تدعيم أواصر التضامن العربي. في إطار التعاون أيضا بين مصر والأردن، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محادثات مع نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، حدد فيها النصف الأول من الشهر المقبل كموعد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في العاصمة الأردنية عمان. كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والملفات ذات الاهتمام المشترك. وخلال المحادثات أيضا أكد مدبولي الحرص الكامل على دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. كما أشار الدكتور بشر الخصاونة إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة الأردنية مؤخرا، وكانت زيارة تاريخية نظرا لما يتمتع به الرئيس من حب وتقدير المملكة جانب بجانب قيادة وشعبها. وعقب المحادثات تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع نظيره الأردني بشر الخصاونة تفقد أعمال التطوير التي تمت في ميدان التحرير، حيث شرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لنظيره الأردني تفاصيل أعمال التطوير التي تمت بالميدان لاستعادة رونقه وبهائه ليصبح واجهة حضارية تعبر عما يتم حاليا من أعمال تطوير في العاصمة الجديدة خاصة والعاصمة القديمة خاصة القاهرة التاريخية. وفي إطار التعاون أيضا عقد وزراء خارجية دول منتدى الصداقة الأول من المتوسط إلى الخليج مؤتمرا صحفيا عقب اجتماعاتهم في أثينا، أدان فيه سامح شكري وزير الخارجية وجود قوات أجنبية على أراضي عربية، داعيا مجلس الأمن للاطلاع بمسؤوليته للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات القائمة. أما أن يظهر في هذه الأونة توسع لوجود قوات أجنبية على أراضي عربية بهذا الشكل، فهو ينبئ بتراجع في منظومة العلاقات الدولية وعدم القدرة على احترام المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. وندعو بمن عليهم هذه المسؤولية، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومجلس الأمن، أن يطلع بمسؤوليته كاملة في إزكاء هذه المبادئ، وأيضا العمل على التوصل إلى حلول سلمية لكل الصراعات القائمة وتوفير الاستقرار. وأكد شكري أيضا أن منتدى الصداقة ليس موجها ضد أي طرف، وأنه يسعى إلى علاقات متوازنة وتسوية سياسية للأزمات. دائما بعدم الانتقائية، بأنه لابد أن تكون هذه مبادئ متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة، مع قواعد العلاقات الدولية فيما بين دول ذات سيادة، وألا يتم التعامل مع هذه المبادئ بمنظور انتقائي بمعايير مزدوجة تعمل على تحقيق مصالح ضيقة، مصالح ذاتية،
على حساب هذه المبادئ. لابد أن يكون هناك احترام كامل لكافة المبادئ الدولية وكافة القيم المشتركة، وعدم توظيفها لأغراض ضيقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية، والتخلي عن هذه المبادئ وفقا لانتقائية تطبيقها. نحن نسعى إلى تدعيم العلاقة فيما بين الإطار الثلاثي الذي يجمع اليونان وقبرص مع دولنا، وأن نعمل على توسيع رقعة التعاون فيما بيننا من أجل تحقيق مصالح شعوبنا في كافة المجالات. أما من الجانب اليوناني، أشار وزير الخارجية نيكوس دندياس إلى أن جميع الدول المشاركة في منتدى الصداقة وقعت على قانون البحار الذي ينظم استغلال الثروات الطبيعية، مؤكدا أن بلاده تمد يد الصداقة لكل الدول بشرط احترامها لقانون الدولي. من جميع البلدان قد وقعت على قوانين قانون البحار، والذي هو حق لكل بلد. أريد أن أقول هنا بأننا لا نريد تحالف أو حلف دفاعي، نحن لسنا ضد أي طرف أو دولة، نحن نمد يد الصداقة بدون أن نستثني أحدا، ولكن بفرضية واحدة، احترام القانون الدولي وقوانين السلوك الدولي. أيها الزملاء، إن طموحنا هو نكون جسرا ما بين الخليج، دول الخليج والشرق المتوسط والدول الأخرى وأوروبا. وهنا أريد أن أشير إلى أن أحيي الزملاء على الحوار وعلى الشجاعة التي أبدوها، ونحن وقفنا هذه الحلقة المفرغة من أجل تعبيد وصياغة السلام والاستقرار في المنطقة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني كيف ترى منتدى الصداقة وأهميته في حل الكثير من القضايا؟ تحدثنا عن قوانين البحار مثلا وعدم استغلال الثروات الطبيعية لدول بدون اللجوء للقانون الدولي. والله يعني نقدر حضرتك نقول عليه ان هو يعني صوت العقل والاتزان في منطقة مضطربة بتموج بالأخطار والتحديات. الدول حضرتك هتلاحظي ان هي لها سمات مشتركة، دول لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دول أخرى، تحترم القانون الدولي، تحترم ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي كل يعني هذه الصفات الرصينة هي التي جمعتها تحت مظلة واحدة، ويمكن تكون هذه المظلة يعني قابلة للتوسع وانضمام دول أخرى تتسم بنفس المبادئ وبنفس الأعراف وبنفس السياسات الخارجية. وبالتالي أنا بشوف إن احنا يعني حضرتك في العالم كله الآن بيعيد ترتيب أوراقه بأشكال مختلفة. الاتحاد الأوروبي قد يكون لدي بعض المتاعب بعد خروج بريطانيا واحتمال تغيير في القيادة الألمانية على آخر السنة ديت. فبالتالي يعني كل دول العالم بتحاول ان هي تعيد التربطات وبتحاول انها تعيد التنسيق فيما بينها لصالح طبعا شعوبها ومن اجل مصالح مشتركه. ما فيش حاجه اسمها ان في طرف هيكون فائز وطرف اخر هيكون خاسر، لازم الاطراف كلها تكون فائزه، وبتدي رساله للاخرين اللي هم عندهم خط من الطموحات الاقليميه انه هذه الطموحات لا مجال لها ولا اعتراض فيها، ولكن في النهاية الأمر كله غير موقع في الدور. طيب إذا حدثنا سيادة السفير عن دور مصر الإقليمي، يعني مصر اتخذت خطوات كبيرة وهائلة جدا على المستوى الدبلوماسي وأيضا على المستوى السياسي للكثير من القضايا، قضايا منطقة الشرق الأوسط سواء على الصعيد الليبي مؤخرا وأيضا الفلسطيني والعراق وغيرها. يعني كيف تقيم هذا الدور في هذه المرحلة على وجه التحديد؟ طبعا مصر حضرتك تتحرك على في عدة محاور في التوقيت الواحد، وده اعتقد ان هو يعني قدر هذه الدولة، ومصر قادرة على التعامل مع عدة ملفات في آن واحد بدون تقصير في اي ملف. حضرتك شفتي
التنسيق العربي، شفتي حضرتك برضه تنسيق مع الاف في فلسطين، التعاون مع ليبيا زي ما سيادتك تفضلتي، طبعا الاتفاق الثلاثي ما بين مصر والاردن والعراق، ودي يعني احد القفزات الاستراتيجيه المهمه في العمل الدبلوماسي المصري، وغيرها تنسيق مع دول الخليج واستقبال السيد الرئيس الامين عام مجلس التعاون الخليجي مؤخرا. فمصر الحقيقه بتتحرك في يعني محاور متعدده وبمستويات مختلفه. اليوم السيد الرئيس اتصل بالرئيس الفلسطيني ابو مازن، كان في دائما زخم رئيس الوزراء الاردني، الاردن كان موجود في القاهره اليوم والتقى ايضا بالسيد الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء، في زخم كبير للدبلوماسيه المصريه، والدبلوماسيه المصريه زي ما قلت لحضرتك قادره على ان هي تتعامل مع عده ملفات في اتقان واحد بهدف صيانه الامن القومي المصري، وفي نفس الوقت دعم العلاقات مع الاشقاء وايضا تحفيز الاقتصاد الوطني عن طريق اتفاقات متعددة مع دول مختلفة. طب يعني امتياز سفير، يعني زي ما حضرتك ذكرت هناك العديد من المتغيرات في المنطقة زي اتفاقيات السلام مثلا ما بين إسرائيل وعدد من الدول وإدارة أمريكية جديدة، إلى أي مدى من الممكن أن نعول على حلحلة الأمور إلى حد ما من خلال هذه التغيرات أو المتغيرات؟ يعني طبعا كلمة حلحلة محتاجة جهد دبلوماسي كبير، لانه حضرتك عارفه انه برغم الجهود المصريه وبرغم الاداره الامريكيه الجديده لها وجهه نظر الى حد ما متطابقه مع مصر في هذا الشان بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، الا ان هناك تعنت اسرائيلي وتجاهل اسرائيلي كامل لاي مساعي لاعاده احياء يعني عمليه سلام جديه يعني تنخرط فيها اسرائيل والفلسطينيين في ان يعني بهدف ايجاد حل يحفظ طموحات الشعب الفلسطيني. فالموضوع يحتاج الى جهد كبير، ولكن في نفس الوقت الحقيقه الجانب الاسرائيلي لم يظهر حتى الان بعد ما زي ما تفضلتي الجانب العربي مد يده للسلام، لكن الجانب الاسرائيلي الحقيقه لم يرتقي الى مستوى هذه المبادرات العربيه الرائعه من اجل يعني دفع جهود السلام. فاحنا عملنا جهد طويل، الاداره الامريكيه عليها انها تمارس ضغوط، الاتحاد الاوروبي ايضا، دول الاتحاد الاوروبي ومواقفه طبعا الى حد كبير متطابقه مع المواقف العربيه وبالذات موقف مصر، وفي النهايه المصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه اعتقد ان دي هتكون حجر زاويه لاي عمل قادم، لان اسرائيل كانت دائما تدعي انه مش لاقي طرف محدد انها تتعامل معها. فالمصالحه الفلسطينيه تجري الآن برعاية مصرية برضو أمر مهم. صحيح صحيح. أنا بشكرك سيادة السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غرب، وخلال اللقاء عرض محافظ الشرقية معدلات التنمية وخطط المحافظة والمشاكل التي تواجه تنفيذ الخطط على أرض الواقع ومدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن، وعرض شباب التنسيقية من نواب البرلمان والأعضاء مشاكل مراكزهم وهموم المواطنين، مقدمين بعض المقترحات لتطوير العمل في الأسواق وتنظيم الطرق وتمويل المشروعات المتوقفة. أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن مقترح تمويل الحافز الأخضر والذي اعتمده مجلس الوزراء يعد أحدث حلقات دعم الحكومة للتشجيع على تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من الوقود. وأضافت الوكالة أن مصر تستهدف تحويل ما يقرب من 1,300,000 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي باعتبارها خطوة محورية في سبيل تقليص حجم الإنفاق على الوقود. وأشارت إلى أن مقترح تمويل الحافز الأخضر يأتي بعد طرح البنك المركزي لمبادرة جديدة لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز بقيمة 15 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر فائدة مخفضة تبلغ 3% فقط. انطلاقا من التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا، عقد الجانبان اجتماعا عبر وسائل الاتصال المرئية بشأن نظام إدارة لوحات المعلومات الرقمية للمحاكم.
وأكد المستشار محمد محمود حساب الدين رئيس مجلس الدولة على أهمية لوحات المعلومات في مساعدة متخذ القرار للوقوف على ما تحتاجه المحاكم من تطوير إداري وفني بما يمثل من مردود إيجابي على عملية التقاضي بأكملها. وأكد رئيس مجلس الدولة أيضا على أهمية استمرار تطوير جميع وسائل تبسيط إجراءات التقاضي وتقليص مدته لتهيئة أداء القضاة لرسالتهم وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم دون عناء. طبعا زي ما شفنا مباراة اليوم، توج الأهلي بالمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية المقامة في قطر. حصد المارد الأحمر البرونزية أو حظه جاء بعدما فاز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل السلبي. تعد هذه هي المرة الثانية اللي بيتوج فيها بالميدالية البرونزية بعدما أنهى مونديال 2006 في المركز الثالث أيضا. للمتابعة حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد الشافي صادق مدير تحرير الأهرام الرياضي. أستاذ عبد الشافي مساء الخير. مساء الخير أستاذ صحة. يعني تعليق حضرتك على مباراة النهاردة وإيه اللي اختلف النهاردة عن مباراة بايرن ميونخ لو اتكلمنا بشكل نفسي أو الأداء النفسي. بص في البداية مبروك للكرة المصرية، مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي، إنجاز جديد يضاف لرصيد الكرة المصرية ورصيد النادي الاهلي. النادي الاهلي يحصل للمره الثانيه على المركز الثالث والميداليه البرونزيه. المره الاولى كانت 2006 كان مانويل جوزيه. النهارده موسيماني بعد فتره وجيزه يحقق رقم جوزيه وهو المركز الثالث في البطوله. بس خلينا نتكلم الانجاز الكبير. النهارده المباراه كانت مباراه على مستوى عالي، ادارها موسيماني بشكل تكتيكي عالي جدا، لانه عارف انه بيلاعب بطل امريكا الجنوبيه بالميراس. بالميراس فريق صعب المراس، حصل على البطوله بعد فوزه على سانتوس البرازيلي في المباراه النهائيه 1-0 قبل وصوله لهذه البطوله بيوم واحد. النادي الاهلي يعني كان ند قوي لبالميراس البرازيلي بدليل ان النادي الاهلي كان فيه هجمات متبادله على مرمى بالميراس، كان فيه سيطرة في نص الملعب. موسيماني كمان أدارها بشكل جيد جدا عندما لعب بطريقة متوازنة اعتمد فيها على السيطرة على منطقة نص الملعب. ما حدش حس خالص ان في غيابات حصلت على النادي الاهلي زي حسين الشحات وكهربا اللي تم الاتحاد الدولي لكرة القدم منعهم من المشاركة لعدم التزامهم بالاجراءات الاحترازية في البطولة. لكن طاهر محمد طاهر واحمد فتحي واكرم توفيق والتر بوالي اللي لعب اساسي من بدايه المباراه قدموا مباراه رائعه. النادي الاهلي كان ند لفريق بالميراس. بس خليني اقول بعض الحاجات للساده المشاهدين استاذ سحر، ان فريق النادي الاهلي يواجه فريق برازيلي المره الثالثه في بطوله كاس العالم. المره الاولى كانت مع انترناسيونالي يمكن خسر النادي الاهلي 2-1، المره الثانيه كان كوريساينز البرازيلي وكسب بطل البرازيل 0-1. أول مرة النادي الأهلي يفوز على بطل البرازيل كان قدام بالميراس. يبقى في حاجات أرقام يا أستاذ عبد الشافي، يعني هنا حضرتك بتعتقد إن كان في دور للجمهور يعني من الناحية النفسية تواجد الجمهور؟ بدليل إن موسيماني شكر الجمهور، كل لعيبة النادي الأهلي راح للجمهور وشكروه على اعتبار إن مساندة الجماهير هو الجمهور اللاعب رقم 12 في الملعب. الجمهور مهم جدا. دايما احنا عاد بنتكلم لما نتكلم على عوده الحياه للملاعب بنقول عوده الجمهور. صحيح. فالجمهور هو الحياه، الجمهور هو الحياه في ملاعب كره القدم. فمبروك للنادي الاهلي، اولا قدم مباراه رائعه وادارها تكتيكيا يعني كان هيبقوا هدفين يا استاذ عبد الشافي لولا التسلل للاسف. لا بالظبط هو يعني ما اعرفش هدف ايه تم الغاءه ليه على الرغم ان هو عشان تسلل يعني زي ما اتقال تسلل زي ما بقى قالوا الخبراء والفنيين وزي ما قال كمان تقنيه الفار في هذه المباراه. لكن النادي الاهلي قدم النهارده واحده من اجمل مباراته، لان مباراته مع الدحيل لم تكن على المستوى اللي كنا نتوقعه. كنا نتوقع النادي الاهلي يحقق فوز كبير بعدد وافر من الاهداف، لان بيواجه في فرق في التاريخ وفرق في الجغرافيا بين الاهلي وبين الاتحاد القطري.
ينحاز التاريخ ينحاز النادي الاهلي، 6 مرات مشاركه في بطوله العالم للانديه، 15 مباراه لعبها النادي الاهلي حتى الان في بطوله العالم للانديه، وهو الاكثر مشاركه، كمان حصل على ميداليتين برونزيتين في هذه البطوله، فاذا النادي الاهلي تاريخه يشهد له في هذه البطوله، فكان عشان كده كان هناك نوع من الطمع انه يفوز على الدحيل بفرق كبير من الاهداف، لكن مباراته قدام امام بايرن ميونخ ده كان شيء متوقع، لو كانش وكنا اتمنى النادي الاهلي يبقى عنده الشجاعه ويسمع كلام راينر سوبر اللي قال انا ضربت تختلف يعني ظروف كل مباراه. يعني انا بشكرك استاذ عبد الشافي صادق مدير تحرير الاهرام الرياضي. مشاهدينا الكرام، دي كانت نهايه جولتنا الاخباريه في من القاهره، لكن طبعا ملفاتنا مستمره مع حضراتكم، معنا ملفين مهمين جدا هنتحدث عنهم بالتفصيل في استوديو من القاهره، انتظرونا.